أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الأخير ولكن قبل ذلك حفظكم الله، هناك من يستبطئ الإجابة، فما حكم ذلك حفظكم الله؟ هذا مخطئ اللي يستبطئ، أنت عليك الدعاء والإخلاص لله عز وجل في ذلك، والقبول عند الله سبحانه وهو أعلم بمصلحتك، فقد تكون المصلحة في تأخير الإجابة وأنت لا تدري. نعم.